عادة أول عشر دقائق نص ساعة تبتدي يعني تفكير في سكتشات شوي تصفية الذهن من شاغل اليوم تفكير شنو ممكن جديد للمستقبل أو شنو شيء جديد ممكن قديم ممكن أكمله الأعمال اللي في المرسم تعطي بعض الأفكار عادة تكون موجودة بس مشتتة تستثيرك بعض الأعمال القديمة للعمل في شيء جديد عمل ما فكرت فيه المعرض السنوي على الأبواب يبتدي تفكير شنو واحد ممكن يقدم شنو واحد ممكن يسوي عادة أنا أمل أعمال مكررة وما أحب أكرر نفسي فيها أشقر روحي بأعمال صغيرة لما تتكون الفكرة عندي شنو أحب أقدم شنو اللي ممكن أقدمه فأشغل روحي بكذا شغلة أعيد تكوين أعمال قديمة أعيد النظر في أعمال قديمة في نفس الوقت أفكر في شنو الجديد اللي ممكن أقدمه حق المعرض السنوي بحرين 45 تدور في بالي فكرتين نسبيا متضادتين الأولى تدور حول الفن وأدوات الفن بشكل صرف من تكوين من ملمس من خط من مادة مستخدمة وبعيدة في البعد عن أي موضوع أو معنى والثانية معاكسة جدا لأنها تعتمد بشكل أساسي على أدبيات ونصوص مكتوبة وفكرة كانت تناقش ولازالت تناقش في جميع الأدبيات صينية لاتينية عربية أيا كان الفكرة في جميع الأدبيات وحاولت تحويرها إلى عمل بصري فالفكرتين سببون نوع من التشويش الجميل في التفكير ان اي واحد ممكن اقدمها كعمل فني للمعرض السنوي فتبتدي عملية التفكير بشكل مكثف بعدين تبتدي فكرة العمل تتغير وتاخذ اشكال مختلفة بس في وسط الموضوع الواحد يبدل
تفكيره، هل تكون بهالشكل بهالصورة أو بصورة ثانية، فتبتلي تولد أفكار جديدة، أفكار ما كانت موجودة في التفكير الأولي. هل أعمل 5 لوحات 3 لوحات، لوحة واحدة، عمل تركيبي، عمل فيديو، عمل تصويري. ويبتدي العمل ياخذ سلطته، ياخذ مكانه، ياخذ تفكيره، ويبتدي يتحكم اعتقد في الفنان. يقولون في المستقبل الذكاء الصناعي والماشين ليرنينج هما بيأثرون في البشر وفي الناس وفي المجتمع وتكوين المجتمع والعالم حوالينا في المستقبل. أعتقد أن اللوحة كان لها الأسبقية والصدارة في هذا المجال، فهي تأثر في الفنان تأثير كبير على أن شنو يضيف وشنو يترك ومتى يوقف العمل ومتى يستمر في العمل الفنان وشنو ممكن يغير عليه. اللوحة كان لها الأسبقية في هذا المجال في تغيير مفهوم عند الفنان عن متى العمل ومن له السلطة على العمل. وبالتالي اللوحة لما تخرج للمجتمع لها تأثيرها. أعتقد الصدارة كانت للوحة الفنية، العمل الفني قبل الذكاء الصناعي. ومتى العمل يكون منتهي ولين ينتهي العمل ويخرج للمتفرج، يبتدي العمل نفسه يأثر تكوين البصري والمفهوم الجمالي عند وعند المجتمع، فتبتدي تتغير الأفراد والمجتمعات من اللوحة. فكثير من اللوحات وكثير من الأعمال الفنية كان لها تأثير كبير على المنظر الجمالي للمدن، للأشخاص نفسهم، للمجتمع نفسه. فاللوحة لها تأثيرها وذكائها الصناعي الخاص بها. اللوحات والأعمال الفنية بدأت تأخذ شكل النهائي، بدأت توضح الصورة بالنسبة لي شنو اللي ممكن يكون الشكل النهائي للأعمال الفنية اللي قاعد أفكر فيها الموضوعين. بس السؤال يبقى، والسؤال الأهم، أي من الأعمال اللي ممكن أقدمه حق المعرض السنوي، أي من الأعمال اللي ممكن تكون غريبة لي أكثر. الوقت والفترة الزمنية كنت أفكر فيهم في العملين كان لهم تأثير كبير. في ما فترة من الفترات كنت أميل للعمل أدبي، في الفترة الثانية كنت أميل أكثر للعمل الفني. فسؤال يبقى، أي من العملين هما اللي يكونون ممكن أقدمهم للمعرض السنوي؟ أي من العملين ممكن يكون غريب لي كنادر كمتذوق؟ كانت رحلة
فيها كثير من التفكير، كثير من الأفكار. رحلة دائما كنت مستمتع بها في هاي الأعمال أو الأعمال الثانية اللي قدمتها، رحلة التفكير، رحلة الإنتاج، العمل. الواحد يشتغل في المرسم يطلع نتاج، ويتم هذه النتاج شخصي لما يخرج للمتفرج والمجتمع، بعدين يكون لحكم المتفرج قبله أو ما يقبله. هاي الفيديو كان دوكيومنتري توثيقي للطريقة اللي أعمل فيها، البروسيس اللي أشتغل فيه، شلون يبتدي شلون ينتهي، شنو المراحل أمر فيها لإنتاج عمل. ومثل ما قلت، الجميل في الموضوع هو الرحلة، رحلة التفكير.